ما وصلت لك معلومات من الكواليس، 4 ساعات من الساعة بالوحدة كان المفروض تنعقد الجلسة، للساعة 5 تأجلت، ما وصل لك أي خبر من الكواليس؟ لا، يعني نحكي بالمباشر، رئيس اللجنة القانونية ليس مع التعجيل، غالبية أعضاء اللجنة القانونية مع التعجيل، المكون السني أكثر من 70% هو ضد التعجيل، المكون الشيعي صاروا كلهم هسه مدنيين الحمد لله، هو بالانتخابات لف أمامه وينزل أنا إسلامي وفدائي للإسلام، أشو هسه اليوم كلها تقلبت كلها صارت تحب المدنية، فاليوم إحنا حقيقة أمام محنة واختبار حقيقي لمجلس النواب، مجلس النواب رغم اعتزازنا بهذه المؤسسة التشريعية لكن حقيقة عن نفسي ملأ قلبي قيحة، يعني قبل فترة عدلوا قانون العقوبات العراقي، نعم. بعد ما كانت عقوبة الزوج الذي يمتنع عن أداء النفقة 4 أشهر شددوا العقوبة وجعلوها سنة، واتصلت باللجنة القانونية ودار حديث بعد ما رجعوا الحصانة لهم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، وقلنا قد تكون الحصانة أفضل في ظل هذه الظروف، لكن اليوم عندما نرى مجلس النواب يتلكأ، لا هو منتخب رئيس ونقول مؤسسة تشريعية مكتملة القوام، ولا هو دا يطبق حرية العراقي في اختيار أحوال الشخصية القانونية. الرئيس ما يوافق والأعضاء يوافقون، إلى والعكس صحيح، شنو اللي جاي يصير بالقانونية؟ احنا التشتت واضح دكتور، اكو اختلاف بالرأي، يعني من شقة اللجنة القانونية النيابية من شقة إلى رأيا، لكن الرأي الأرجح والغالب داخل اللجنة هو مع التعجيل.